رانا نحقوا يعني في كل الاعمال اللي رانا نقوم بها نتاكدوا من الامدادات السوق البتروليه، وكذلك اساسيات السوق البتروليه اللي هي سليمه الان، لان المتحور هذا الاخير اللي راه ينتشر بسرعه وخلى الدول الاوروبيه وغيرها تبدا تاخذ في اجراءات، فلهذا يكون يعني التاثير دائما اولي بالنسبه لهذا هذا التاثير بالنسبه للكوفيد هذا، وخاصه المتحور الاخير. فاحنا راح ان شاء الله يوم 2 ديسمبر عندنا اجتماع تاع الاوبك والاوبك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات تكون جيده بالنسبه للسوق، امدادات لتخلي ان السوق يسترجع التوازن تاعو، وكذلك اساسيات السوق يعني لي فوندامونتو دو مارشي لازم دائما تكون سليمه وتكون حسب الـ المنتج والمستهلك لتوازن السوق.